أخت محمد من تونس تقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الملك، سورة تبارك، كل ليلة، وأنها سبب من لنجاة الإنسان من عذاب القبر؟ نعم، ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله من عذاب القبر. سبحان الفضل العظيم، فهي المنجية من عذاب القبر. من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله من عذاب القبر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث: وكنا نسميها المانعة، ومن قرأها كل ليلة فقد أكثر وأطيب. سبحان الله، فهذا يدل على فضل قراءة هذه السورة التي فرط في قراءتها كثير من الناس فحرموا خيرا كثيرا. ورد أيضا في فضلها حديث كثيرة، لكن بعضها يعني ضعيفة وموضوعة بعضها موضوع، لكن يكفي هذا الحديث. هناك أيضا حديث أن من قرأ كل ليلة أغناه الله عز وجل من الفقر، ولكن الحديث في سنده ضعف. لكن يكفي يا أخي أنها المانعة من عذاب القبر. هذا الحديث صححه الإمام المنذري والقرطبي، وصححه الألباني وغيره، وحديث صحيح ثابت. بعض العلماء حسنه. ينبغي للمسلم أن يجتهد في قراءة هذه السورة كل ليلة. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني.